على أصوات قصف المدافع والأعيرة النارية. تستعجل مديرية ناحية حمام العليل بإعادة الإدارة إليها بعد عودة الحياة إلى المدينة وعدم نزوح سكانها الذين يعانون من انعدام الخدمات. تشمل هذه الحملة إعادة تأهيل الناحية وعملية رفع الأنقاض والنفايات ومخلفات الحرب، وكذلك إيجاد فرص لأهالي المنطقة حيث تم توفير أكثر من 100 فرصة عمل. سنقوم بتخصيص 5 صهاريج غدا لتوزيع الماء الصالح للشرب لأهالي المنطقة. البنى التحتية متضررة نوعا ما، تحتاج إلى إعادة جديدة لكي تسير الحياة بما ينبغي. لا زال الكهرباء غير موجودة بسبب المحطة الرئيسية، لا زال ما تحررت من قبل القوات الأمنية. سكان الناحية الذين بدأوا يتنفسون الصعداء مع زوال داعش عن بلدتهم سارعوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بعد أن فرض عليهم هذا التنظيم لأكثر من سنتين تعليماته المشددة. والله قبل أي حلاقة تحلقها ممنوع، بس حلاقة عادية يسمحون لك بها، والشباب تدري ما تريد ايش حلاقات، يريد على ذوقه. هسه الشيء يختلف. وهسه شلون؟ هسه شنو؟ الحمد لله صار لنا شغل. قبل باليوم اذا يجيك واحد تحتفل. عمليات الاعدام شبه اليوميه التي كان داعش ينفذها بشكل علني ما زالت راسخه في ذاكره الجميع. اعدامات كانت تنفذ في الساحات العامه وامام الملأ. يعني يعدمونا بنص السوق. ايه هاني علي ولا يعني اي شط يشوفوه هنا، يعني بهاي المحله يعدموه هنا قدام العالم. اي ورا ما هذا يستوهم بالسياره مال الوسخ. وشنو اللون اللي كانوا يلبسوه؟ اللون اللي كانوا يلبسوه برتقالي. اي نفس هذا اللون. في هذه الساحه كان داعش ينفذ اعداماته باللون البرتقالي، وبهذا اللون انطلقت حمله لتنظيف المدينه من مخلفات داعش، لكن في هذه المرة اللون يشير إلى إعادة الحياة للمدينة. من ناحية حمام العليل، عبد الحميد الزيباري، الحرة.